انت يا اختي غير نخرج بحال هكا يجيو يتصوروا معايا الميريكان. السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، روتين جديد ان شاء الله. اليوم اول حاجه غادي ندير هي غادي نجاوب واحد الاخت متتبعه وفيه على لاباري اللي كنعبر بها السكر هذا. دابا يلاه الصباح البنات سمحوا لي، انا يلاه ديت وليداتي للمدرسه وجيت وغادي خصني نفطر. دابا البنات يلاه غادي نفطر. ها نتوما البنات حاطه الطبيبله ديالنا، ها نتوما دايره شريطه معايا راجلي غادي ياخذ الحليوات كيبغي يفطر بهم، الفرماج، البيض، كلشي. وعاد غادي حتى ناكل ليا البنات شلاضه كما مولفه كندير. عاد غادي ندير ليا كويز ديال القهوه. دابا البنات غادي نعبر ليا السكر، عاد غادي نفطر. في نفس الوقت غادي نصور ليها لاباري اللي كنخدم بها. والبنات الخبيز ديال الزرع انا رانا يلاه عجنتو، ها نتوما يلاه عجنتو هذا الدقيق الكامل، هذا الدقيق الكامل هو اللي كنفطر به، تنفطر به. المهم ما كنتغداش به لان الاغلبيه في الغداء ما كناخذش الخبز. صافي البنات غادي ندير معكم دابا نيت لاباري هي هذه، دايره ريليون هي هذه لاباري. البنات يا البنات ريليون بروميير كلاسيك هي هذه صراحه من احسن سميتو لي زاباري ديال السكر اللي لقيت انا هنايا كتشد السكر مزيان. قالت لي واش عندك نفس العبار، كتعطي نفس العبار ديال الطبيبه، نفس العبار ديال لاباري ديال الطبيبه نفسها. وهادو ديالها بطبيعه الحال، هاد ستريبس هادو اللي كتاخذ بها الدم هما هادو، هادي ديالتها. هادو راه كيتباعوا الخاصين، هادي راه باكيه فيها هادي فيها 25 كدير 5 دولار، واللي فيها 50 كدير 10 دولار، يعني رخيصه. هادي البنات كنت خديتها واقيلا بشي كدا شي كدا و 20 دولار بحال هكايا، شي 20 دولار وشي حاجه. صراحه زوينه زوينه بزاف، كتعطي العبار مزيان. عبر دابا البنات السكر ديالي حيت خاصني نعبرو، ماشي حيت انا خاص كنصور معكم، لا خاصني نعبرو باش نشوف الا كليت شي حاجه وهذا وحسيت بها طلع لي ولا هذا. المهم غادي نعبروا باش نعرف شحال عندي. من بعد عاود ثاني ساعتين غادي نعاود نعبر باش نعرف الا كليت شي حاجه ضرتني في الفطور غنعرفها هي، يعني زايده في الفطور على العاده غادي نعرفها هي. صافي غادي نحيد هذا الدم، هذا هو الاول غادي نمسحه بالقطن. صافي مسحته وغادي نديرها هنايا بحال هكا. انا غادي نشوف شحال عندي البنات. ها نتوما غرام 22 غادي نفطر. نحاول ناخذ شراضه كويس ديال القهوه، شي حاجه خفيفه باش ما يزيدش يطلع بزاف على هاد القياس هذا. وغادي نعبر عاوتاني من دابا لساعتين من يكون السكر هو هذاك. دابا البنات غادي ندير الغداء ديالنا دغيا دغيا، غنزرب عليه وندير ليهم خبيز باش هكذايا نلقاه واجد ونمشي اختي نخرج. غادي نمشي نتقدى شي حاجه ديال الوصفات اللي بغيت نخدم معاكم. دابا البنات هنايا كنوجد الطويجين ديالنا ديال الخيزو، انا صراحه ما كليتوش، جا لذيذ وجا زوين ومعلك، ولكن انا البنات ما كليتوش حيت فيه خيزو، نتوما راكم عارفين تيكون حلو بزاف، ما قديتش نغامر صراحه. هنايا نصبتو قديتو بشويه ديال اللحم والزيتون والحامض مصير وواحد الفلفله حاره كيجي البنات يا سلام. العطريه اللي هي عاديه ان شاء الله الا بغيتو نشاركو معاكم كيجي رائع. هاد الشهيوه هادي صراحه كيديروها يعني الناس اللي كيحماقوا على الطواجن بحال هكايا ديال الخيزو والمصير. المهم ما شهيتكم البنات. هنايا البنات درت ضروري واحد الشليضه وعجنت الخبز، وهنايا هذا هو الطويجين ديالنا البنات، كيجي لذيذ البنات كيجي لذيذ. هنا البنات وجدت شويه ديال البطبوط، ها نتوما البنات كي تيجي طالع من الفوق على زويناتو البنات. ها نتوما الدراري كيعجبهم بزاف، كنبغي نديرو ليهم دي ساندويتش هكذا نيت المدرسه. شوف تبارك الله عرفتي دابا كل نهار كنعجنو ليه. ها نتوما اختي، ها نتوما درت هنايا خرجوا ليا شي 10 ديال البطبوطات، كيجيو فنين ودايره فيهم حتى النافع. اللهم البنات البطبوط الخبز ديال الدار للوليدات، ولا نشري ليهم الخبز ديال الزنقه. هانتي اختي، هانتي اختي على مزويناتو كيجي. هانتي انا ساليتهم، شوف البنات كيفاش تيجيو زوينين. هانتوما مازال مفخفخين، ها زوينين. دابا صافي ساليتهم
الغداله ديالنا البنات ها هو الطويجين. شوف كيفاش تيجي، تيجي روعه البنات. شوف خزو المريقه كنخلي دائما تنبغي نخلي فيه شويه ديال المريقه حيت كتكون لذيذه، فمن الاحسن بلا ما نشفوه كيبقى فيه ديك المريقه كتلقيه بعدا فين تغمسي وتاكلي. دابا البنات 12 هذه دابا غادي نعبر عاوتاني ونشوف شحال عندي. هانتوما البنات، هانتوما البنات لقيت غرام و 23 مزيان، بحال الا ما زايد ما والو، بحال ما كليتش. انا البنات رجعت معاكم كما شفتو، قرت السكر قدامكم وقلت لكم على هذيك لاباري حيت سولتني واحد الاخت قالت لي لاباري باش كتحمل السكر اشمن هي اشمن ماركه، وريتها لك اختي وراها كتشد السكر والحبار ديالو مزيان، كتشدو مزيان يعني بحالو بحال ديال السبيطار، حيت انا ديت كنديها معايا ومن قبل ما كندخل عند الطبيب كنعبر جوني يعني كنلقاه نفس هذاك العدد اللي كنلقى انا عندي في لاباري كنلقاه عندهم هما. وبالمهم البنات داك شفتو اختي البيضات وجدت اختي الخبوط وجدت الغذا وكلشي، عاد غادي نوض غادي نمشي غاديه دابا المحل هنايا حدايا غادي نمشي نشري شي حاجه باش غادي نخدم لكم اختي واحد الوصفات هي زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله بحول الله. ومن تما غنمشي نجيب وليداتي من المدرسه، راكم عارفين الروتين هو الروتين، ما بقى والو ان شاء الله ما بقى والو. دابا هنايا في فلوريدا يعني حنايا مازال ليهم 25 يوم بالحساب، 25 يوم غادي يكونوا جالسين، نهار 25 غادي يحبسوا، نهار 25 ان شاء الله في شهر 5 غادي تجلس غادي يجلسوا الدراري من المدرسه حنايا عندنا هنايا، حيت كل ولايه عاوتاني وتسميتو النظام ديالهم ديال الغوطال ديالهم وكل ولايه والسيستم ديالهم ديال المدارس. يعني دابا حنايا ان شاء الله قد اليوم 25 يوم اختي مجلس نرتاح واحد شويه من ديك الفياق بكري، عيينا والله العظيم الا عيينا الصراحه، حتى وليداتي مساكن بيا حتى الدراري بيا، واخا هذاك الحماس المدرسه كيتلاقوا مع المعلمات ديالهم وصحابهم وكلشي، ولكن صراحه الواحد كيعيا حتى انا عييت باش كنقدر كاع نفيق بكري نفيق بكري، ولكن باش نوض نخرج ونديهم ونعاود نرجع داك الروتين ديال سير جيبهم وسير ديهم صافي والله العظيم الا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم انا دابا قلت لكم غادي نشري واحد شي مقادير اللي غادي ندير معكم واحد الوصفات اللي هما زوينين، وصفه ديال الناس اللي باغيين يغلاضوا، الناس السكريين اللي باغيين يغلاضوا سواء الناس السكريين او حتى الناس العاديين ممكن يديروا حتى هذه. هذه اختي الحصه ديال الصحيه ديال السكريين زوين، ما فيهاش ديك العسل ما فيهاش الحلاوه، زوينه ان شاء الله غادي نديرها معكم وكتعطي نتيجه، كتعطي مفعول ونتيجه وفيتامينات وكلشي البنات. صافي وغادي ندير معكم ان شاء الله الوصفات ديال الوجه، بزاف اللي قالوا لي على ديري لنا البقاع اللي كتكون الاسمرار ديال الوجه، ديري لنا على سميتو على هذا السموريه ديال الشمس، ديري لنا على العينين هنايا، حتى انا تيكون عندي شويه ديال التعب مع قله النعاس هكا فيق بكري وداكشي من مورا رمضان صراحه بقاو عندي شويه، ولكن بديت كندير واحد الوصفه اللي هي زوينه ديال تحت العينين غادي نديرها معكم ان شاء الله حتى هي في الفيديوهات الجايين. دابا غنجي غير نتغدى وديكم اختي معايا تسالوا شي شويه، هادشي اللي كاين البنات يلاه خليكم معانا. اختي جيت لاماط كنا عامره دايما هذا عامر دايما كاينش كاع فين تحط الطوموبيل دابا، ها نتوما باركينغ اختي عامره يا لطيف، مكنحبش نحطها في شي بلاصه اللي فيها الطوموبيلات بزاف، غادي نديرها هنا البدايه باش تجيني ساهله نخرج. هو انا في الصراحه كنت باغيه نخرج نتمشى شي شويه، نمشي زرب صدغي على الغداء وعلى داك الشيء باش نخرج نتمشى شويه، نمشي جيت داون تاون هكا يا البحر نتمشى اختي نتحرك شويه واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه ديال لا مارش، ولكن اختي الحراره شوفوا الشمس كي دايره، شوف
عرفتي راه الحراره اختي غادي غير نخسر وجهي وزيدني الكحوله الله يستر ولا شي حاجه. وعاد الشمس اختي حاره نمشي نمرض، اللهم خلي حتى يكون بارد الحال ونجي هنايا ندور شويه هنايا في المحل. اللهم ندور هنا في المحل، بحال واحد متتبعه قالت لي يا اختي حنايا عندنا الجو خايب، عندنا البروده وعندنا الشتا وعندنا هذا، وكنبغي نخرج نتمشى وما كنلقاش. قلت ليها اختي خرجي شي سطور، شري شي سطور وسيري وتمشي في السطور احسن لك. شري معايا الفردوسه الله بارد، مخدمين الاي سي ديما بارد، هي راه ما كاينش شي بلاصه تدخلي ليها ما فيهاش الاي سي، ضروري من البروده. ماشي هنا هي، غادي ناخذ الزنجلان البنات، الزنجلان هو باش غادي نخدم. شي شي اخرى نشوف هنايا الا لقيت اللوز. ماشي هنا، هنا ما كاينش، هنا كاين غير داكشي مملحات والحلوى الحلاوي. هنايا البنات، هنايا هنايا هانتوما اللوز، القرقاع، كلشي هنايا كاين. المهم حنايا هادشي باش غادي نخدمو ان شاء الله، ناخد اللوز ناخد هذا اللوز خضر. يس واخديت اللوز. هادو البنات من بين الشكلاط اللي كنستعمل في الحلويات ديال الريجيم، هادو زوينين بزاف البنات، 100% كاكاو زوين. وكاين حتى هذا، حتى هذا كنخدم به. هذا البنات النافع، غادي ناخذ النافع حتى هو اليانيسون. هذا البنات الفاني، الفاني السائله باش كنلسم الكيك وكل شيء. هانتوما البنات راه فيه زيرو كربوهيدرات وما فيهش سكر نهائيا، شفتوا ها هذا زوين البنات. الا كنتو كديروا الحمية ولا السكر ولا هذا، هذا هو اللي زوين ديال المنسمات ديال الفاني البنات. هذا اللبن اللي كناخذ هو هذا بارر ميلك، وهذا اللبن اللي كنشرب صراحه ما كيضرني ما والو، ويعني مناسب بالنسبه ليا كسكريه. ها نتوما هذا زوين بارر ميلك، هذه الماركه هذه. ها السلعه اللي غادي تحط عرفتي كراطن ما شاء الله، يا ربي غير يكونوا دايرين فيهم السال تخفيضات ولا شي حاجه، كل شيء تبارك الله غالي، كل شيء مغليين الثمن دابا، ما كاينش كاع الكليرانس وداكشي. واخا هادي دابا فيها الكليرانس ولكن كتلقاي اثمنه خياليه، ما ناقصين حتى شي حاجه، حتى ان شاء الله يكونوا دايرين تخفيضات وعاد نخرج نساليكم ونشوفوا الا لقينا شي حاجه نشريوها. الحويجات ديال الدراري زوينين، التيشيرتات بعدا زوينين. هادو راه يلاه حطوهم، البارح جيت ما كانوش، البارح جيت لهنايا ما كانوش، هادو فنين. هادو بعدا دايرين لهم 5 دولار، هادو ديال المدرسة والله العظيم إلا واعرين. دابا البنات هادشي راه ديال المدرسة، دابا الأخر ديال السنة مازال حتى ما جلسوش وبداو كيحطو في الحوايج ديال الدخول المدرسي، واخا الصيف واخا كلشي يلا دابا بداو كيحطو تاني، كيحطو الكتوبة كيحطو كلشي من دابا اللي بغا يتقدى على تيساح. حتى هادو راه ديال المدرسه، هادو كيلبسوهم اليوم في الاول ديال العام، كل نهار كيلبسو ليهم لون، كل نهار بلون، فهاديك تقريبا واحد الاسبوع ديال الالوان. ها نتوما والله الا كلشي ديال المدرسه، هادشي تريكويات، هادو ديال البحر، هادو ديال الصياف ديال العمان. ان شاء الله حتى يكون التخفيض وعاد نخرج بشويه عليا. شوفوا البنات هنايا هادو البلاصه ديال الشعر، هذاك الشيء ديال الزيوت ديال الشعر، لي شامبوان، ها نتوما البلاصه ديال لي شامبوان. وشوفوا شنو لقيت هنايا، موروكان ارغان اويل، هذا الزيت ديال ارغان
ديال الشعر وديال اللحم. هانتوما هذه ديال الترطيب ديال الشعر والترطيب حتى ديال هذا الجسد يعني البادي، هانتي مكتوب هنايا. ولكن راه زعما خطير، انا ما عمري جربته صراحه، ولكن كتبيع عليه ناتورال هنايا ديال كوكو عاوتاني، وكاتبين عليهم 100% طبيعي. انا كنت كندير واحد الزيت ديال الارغان ديال هنايا، ولكن صراحه ماشي بحال ديال الارغان حقيقيه الحقيقيه، ماشي بحالها صراحه الله. هادو كلهم ديال سميتو ديال الشعور، هذا ديال الشجره ديال الشاي تي تري، هذه اللي كتليق للشعر وكتليق حتى للوجه. كتليق حتى للوجه هذه بلاصه الحبوب، ولا هذا راه مزيان لهذيك الشجره ديال الشاي مزيان للحبوب. هذه ديال جوجوبا، هذه فراكتيس كيعجبني هاد الماركه صراحه ديال فراكتيس، وهادو لي فيتامين او. هذا ديال الروزماري، شوفوا البنات هادو ديال الروزماري، كاين الزيوت صراحه واحد خاصو يخرج يقلب على هاد الشيء كيلقاه. انا كنقلب دابا على الماء ديال الورد مقطر هنايا، لقيتو كيتباع، ولكن راه ماشي بحال الماء ديال الورد ديالنا حنايا ديال المغرب. هنايا راه كيبيعوا داكشي يعني ديال بحال الفارماسي، ماشي داكشي طبيعي طبيعي من التقطيره للقرها. هنا كلشي هنايا ديال لي شامبوان لي ماسك كلشي، حتى هاد الماركه ديال الشامبوان هادي ديال الكيراتين حتى هي فيها واحد الماركه ديال الارغان ديال زيت الارغان. كانت ها هي ديال هادي البنات، شتي ها هي البنات شتي، ها هي فيها ارغان حتى هي. كنت كنستعمل هاد الماركه هادي لشعري، ولكن ماشي شي حاجه اللي هي افيكاس بزاف، يعني غير كترطب وصافي. دا البنات لي شامبوان اللي كناخذ للدراري ولادي وزوين، راه حتى انا بعض المرات كنبدا كنغسل به، حيت الشامبوان ديال الدراري الصغار تيكون ما فيهش بزاف ديال الحاجات اللي هي اللي كضرب الشعر، كيكون كله طبيعي. ها نتوما هذا ديال الكاموميل ديال البابونج، وهذا ديال العسل وديال الارغان. كناخذ اليوم هذا زوين بزاف صراحه، هذا زوين. انا تقديت دغيا دغيا وكلشي اختي على القفيفات، هانتي يا المغربيه مغربيه مغربيه هالقفيفات. انا عرفتي باش كنعرف الطوموبيل كنكون معلمها بهالطريبيش، هذا هالطريبيش يا اختي هانتي هو والقفيفه ديالو، كلشي على تا مغربيت. هانتي يا اختي هانتي على مزويناتو على مزويناتو القفيفه هانتي يا اختي، غير نخرج بحال هكا يجيو يتصوروا مع الميريكان. ايوا اختي ضروري اختي، من تا مغربيت كنحطو هنايا هانتوما معلماه، واخا الشمس كاينه الشمس غادي تخسر ليه اللوينات، ولكن معليش المهم باينه ماشي ميريكانيه، باينه اختي مغربيه من الطوموبيل. هادشي اختي اللي كاين دابا صافي، جبت كلشي غنوري لكم اشنو اللي خديت. ان شاء الله غادي ندير معكم هذوك الوصفات زوينين بزاف. خديت ليا اللبن البنات، اللبن خديت ليا واحد شويه ديال البيض حتى نمشيو نتقداو في الويكاند. خديت دابا غير باش نقضي، خديت البنات هذه ديال سميتو النافع اليانسون، اللوز، خديت ليا الزنجلان باش غادي نخدم، والشامبوان كما قلت لكم ديال الدراري كناخذ منه حتى انا صراحه، يعجبني هذا ديال الدراري طبيعي
صافي وخديت الحليبه البنات، هادشي اللي كاين. ونمشي يا اختي، تعطلت نمشي للسكول دابا نجيبهم، ما بقاش ليا بزاف. يلا نوصل ويلا نشد النوبه. انت على صحت انت الموت، تقراصي بشويه ديال الماء. هنايا البنات راه الصيف والشتاء كاين الصهد، يا سواء فصل الشتاء ولا فصل الربيع ولا فصل الخريف ولا فصل الصيف كاين الصهد. غير هو الصهد تيكون بزاف في الوقيته ديال الصيف، اما الفصول الاخرى كيكون الشميشه كتكون شويه ديال الصهد، ولكن ماشي بزاف. حنا بالنسبه لنا حنايا الفلوريديين اللي عايشين هنا في فلوريدا، كيجينا في هذيك لا سيزون ديال الخريف والربيع والبرد، كيجينا شويه الحن برد النسيم الجو زوين، ولكن الناس اللي كيجيو من خارج فلوريدا كيجيهم الصد في ديك لا سيزون. اما الا جاوا في الصيف راه لا اله الا الله، الصيف كيكون شويه سخون البنات، الصيف كيكون سخون، ومن مورا شهر 8 كيبداو الاعصارات، كاع هذاك الصهد اللي كانوا الصيف اللي كان كله كيرجع بالرياحات وكيرجع بالشتا ديال الاعصارات. الله يسر الله يحفظ يا ربي. هادشي اللي كاين، غادي نمشي دغيا دغيا نخرج باش نتشد النوبه، نخرج اختي من هنايا والله نوصل عند وليداتي لعندكم، ما كيخصناش نتعطلوا عليه. باقي الحال شويه هادي دابا، يلاه الجوج ما كاينش، كنهرف على الطريق ما كاينش اللعب، كنهرف اختي على الطريق، كنخليهم شي يعمروا عليا. اللي كانت تخاف من السوق، انا اختي خرجي تصودي، زعمي هي مازال ما شداتش البيرمي، خرجي اختي صودي، زعمي حتى انا كنت خوافه بحالك، حتى وليت كنتسطح منها. الحمد لله، ولكن الحمد لله، حيت الا ما تعلمتيش تسوقي ما غاديش تقضي اغراضك وحديتك، وغتبقاي دائما واحد. هادشي اللي كاين. البحورات يا اختي، انا هاد القنطره هادي كتفكرني غير في القنطره ديال الرباط مسلا، كتحمقني كتفكرني في الذكريات ديال البلاد. الرباط مسلا يا اختي، الرباط غزال، مسلا غزال. تحياتي للناس ديال الرباط مسلا، كيحمقني الصراحه هاد المنظر، والله العظيم تيفكرني غير فيه. المدرسة البنات جيت من الاولين، دابا بقى ساعة باش يلا يخرجوا الدراري ونوقفوا هنايا نتسناوكم. صافي البنات غنوقف نتسنى ساعة اختي، ساعة في هذا الصهد هذا ما كاينش الحل، حيت ملي كتجي معطلة كتبقاي انت من الاخرانيا، وكنتعطل بزاف طريق كتعمر وشحال من حاجة، اللهم نجي نتسناهم من الاولين. والمهم البنات نقول لكم بالسلامة عليكم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم اللي الله يخطيكم. غادي نتلاقى معكم في فيديوهات اللي بغيتو نتوما، الفيديوهات ديال الوصفات اللي باغيين ان شاء الله غادي نديرها معكم فهاد لي فيديو الجايين ان شاء الله. تقديت لهم كما شفتوا، ونتمنى يعجبوكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو حتى هذا. وشكرا لكم بزاف البنات اللي الله يخطيكم، رانا كنقرا التعاليق كلها وبالفرحات عليا نقراهم، كنقرا كل شيء وكنحاول نجاوب عليكم كاملين. يلا البنات بسلام عليكم، الله يخطيكم عليا وتهلاو في راسكم، بسلام عليكم.